إيمان كشيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة يقول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرص كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لغو القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وحا أين هرنعها رقاذن أين درس كينن ما دام أن تفسير كبلاب أين لبا الرماض وآل لغو بهاي هاي القف بحكو أغادو أما بقرآن كريم كالغو بلاب مدواء الاستعادة استعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أحكام تيدا إذا نوى بسنك تصدحاتنا وحويه الرعا فاتحة استعاذة وحويه الالتجاء والاعتصام والتحصن بالله من الشيطان الرجيم إلهي الله قم قنقله الله عرسد حقيس الله هوسقله شيطانك اللي تقل إلهي نعذره شيطانك وأي أي نوع حكاك بسن كرتون عدي قعنتك كويس دقيقة إلهي بقى وراي كنا أود بضن مركات كي أبت السجين إلهي كهوس كلين وسيدا سو إلهي نعذره وأي سيغوين كا استعادته سيابه الله ونواق كريو وحكم إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحكى الله قلنا واقع كلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من وصف قال السميع قال مضر استعاذة أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الأخرية يا وحوي عند البدء بالقرآن القرآن كريم كأه مركا اد بلاويس انت اناد بلابين هدي اد صلاه ده كو جيرتي هدي اناد كو جيرين با انت اناد بلابين ايات اعوذ بالله اخريس دليل كيدنا ده سنه الصحيحه هي قران كبو كو سغن حق القران الله يقول فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مركا القران كاخريدو علماء بدن كود waxay ku fasireen marka doonto inaad akhrido marka doonayso inaad akhrido quraanka ayaad aan bilaabays a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim masad quraanka bilaabays hamsu ahaban filaya oo quraada sabcada kamida isagu sidan daahirka ayada abu qaata wuxuu leeyahay marka qirada dhameysada isticaadada la kaalay xaga dambe maraysa laakiin sida raajici waa sida hore نبي قلنا عليه الصلاة والسلام سيدة سورة انترى سيدة حديثة صحيحة قصوغا وحوه الرئيسي انترى استعادة ده مركا نسكة ايا نسكة فصيرة استعادة ده مركا حكم كيده ومستحب واجب ماها لكن واسمه مركا قف قدام بكمور دعين هدو كتغو لكن سنو كتغو ان سنها لغا تغانا ده وحسها لن ماها سيدة ده مركا لغولا ده شايقا سوا سنه ina iska fudaysato de ka tagta ma ee sunnuhu waa la ilaalinayo waana waxayna ajriga ka dooneyn adilada ama daliilada in farayna sunnay ku fasireen culimadu aan salaada ama aan ilaahna ee korba loo qaada isticaadada ama waa la jahraa illa fi salaah salaada dhexdeeda mooyaan qofku marku a'uudhu billaahi minash shaytaani ron oranayo وأنا كر آخرية، لكن مركز صلاة النحرية ده، سيد هذه النبي وياه عليه الصلاة والسلام، وأنا هوصل آخرية، وقفكم إنه علم الصلاة يقانا يين كله، فوق هذا وحي ورنت شري وحي لقوا قرنا يا استعاذة ده، هذا ركتني أنتم كنا يستعاذة ده كر وقاضي، وحد قرأت إنان وأقان ولا هين فقه الصلاة، بس إن كانوا وينو قارد ضنا إن شاء الله، هدي أي دعوة. إن القردي تشوشيسو
ودخل فيها كلام أجنبي وهذا الكلام وصرح كلام عن قرآن كي هين دب استعادة دي وسوع لنيس هذا هو قرآن كي آخر يوقف كاتشو شيء والله هذاش أما تليفون باكو وصرح عي مركزات كتشوابتي دب استعادة دي وآخر يس استعادة هذه أنا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من تأكل أفنه وحين وجود بلهين بيسنك بيسنك علمته وح يسكوا فقسيهين إن كم إن تهاي آيات كم سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إن آيات كم إذا سورة ذات هاي آيات داس إنه آخرنا ولا إسلوا فقسيه وح كلا إسلوا فقسيه علمته سورة الله إلى هذا سورة التوبة إناني بسن الهين يدنا هو إسلوا فقسين بارا بسن الله إلى هذا الصومالي قفك لغو داري نيلا دون تانو وحي إلى هذا سورة دا قفك لغو داري هانكا قوائيا أما هرأي بكرد مرأي سورة التوبة إناني بسنوه الرينين وال إسلوا فقاي سببتنا هل كيدين كو قاري إن شاء الله وحي إسكو خلافين لبدا وحيانا هين صدح قولنا وإسكو خلافين قولوا وحي ليهين آيات قرآن كم بدا معها أما آيات فاتحة كم بدا سورة بسنك معها بسم الله الرحمن الرحيم والله بدا ميراد وحيانا هين سورة ده فاتحة كم بدا سورة ده كم بدا محان هدى الله كياني والي التبرك بركيسون با الله كياني ذي لي سداسين وحد دليشن وحي إلى هذا ما قول كاقب مالكي هذا وحديث كيها صلاة ديبان قيبي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي أيه الدليل شدانو بس إن كان لقو صدرين قول كالبادوح اللي هو آيات كمدة فاتحة هي الصورة والبع مركا لقامتك كره كرنوا الله قاضي ومذهبت الشافعية ده ويقولنا حديث بيدليشنا يعني كي أم السلامة إيا أبي هريرة إيو كمدها قولك الصدحاتنا وحوي قولك أرانيا وآية مستقلة نزلت للفصل بين السورتين وآية قونية وسيدي هذا يستقى وحنا لو كان هلكا لبدا السورة دوت أيا لقو كلا سارية ومركا بيسنك الآخرية معنيه دو حوي سورة دي هرانا وي لماتي تكالانا وي صوصعتا لبدا السورة دوت كلا ساري دوت أيوم بي افتيمينيس وهو قول الجمهور بيلين وانا سيدا اي وبدينهين علمادو فصل قاسي وبدين دليل كنا وحويان حديث كي ابن عباس الصحيحة ها الشيق ايي اولها ابن عباس نبي وحو قران ترئين سورة داهورة لماتي سورة كلنا صوصة عطو مركب بيسن كوب بالعبو مركب ملقي قرآن كأو أخري اي رسول صلى الله عليه وسلم مركب بيسن بالعبو وحو كوكان عجري نبي إن سورة دي هورا لما تو سورة كالب دلابان تي مركة هادية جار لتوكنا يا صلاة دي قرآن كي لآخرية يو بيسن كي مالاقو بلابا يا سورة الفاتحة بسوا بلغة تغي ولماذا السلام كو حيو بدايهين إنا بيسن كي لغة تغيين لكن لآخرية يو دليل كنا سيدا سورة جحايا قالوا دا مركة على بيسن كي كل يبوان لآخرية فاتحة دا لغو آخرية laba qolay u sii qaybsamee korba loo qaadayaa iyo hoos baa loo dhigayaa marka jumhuurtu waxay leeyeen hoos baa loo akhriyaa adilada saxiixina taasi u badayeen madhabu shaafiiciya iyaga laftigooda xadiis saxiix ah bay dalishanayaan halkeeda ugu tagi doonta marka aad baadho iyaguna waxay leeyeen korba loo qaadayaa intaasina waa inta aynu ka oranayno bisinka sida daraadeed in lagu dagaalamo ama lagu murmo ama la isku bidceeyo bisin kiba kor loo qaaday hoos baa loo dhigay maaha qofku waa inuu cilmi ahaan u kororsadaayo maraajicda iyo aqwaasha culimada iyo daliilada ay soo kala dalishanayaan ugu dib ugu noqdo inta waxaynu ka horeysiin lahayn ama aynu ku sii xigsiin lahayn aan ilaahdo suuratul faatiha iyo akhrinteeda suuratul faatiha in la akhriyo oo salaada lagu akhriyo waliba ragcad walba ما أها سنة وفرق سداسا علماء الإسلام كأيوب بدينهين حديث كالصحيح أنا ويدليشنا يان
النبي محمد يري صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة ومجرد أو ما ينصحين قفك آن أخرين فاتحة له أبو حنيفة أيا وحا أوليها قرآن كلاي نقف لنا هدي قفك فاتحة أخرين واصح هدو هلك قرآن كلاكو أخرين صلاة نوي كف لنتهي فقرأوا ما تيسر من القرآن أيو دليلشنا يا آيات إلهي سبحانه وتعالى لكن آيات دا وحا فصيرة يا حديثك سيئن هرابا وصو شاقني آيات دا وحا للا أخرية يا وفصير الدورة حديث كان نبيك عليه الصلاة والسلام مركا انتا انو كغسو قذبنو صدح لا الرموت أما أن إله نئي بسنك إيا استعادة دا وحي نوسي قذب لهين سورة الفاتحة سورة دا لا إلهة يا فضل جيده سورة الفاتحة فضائل نورة بالله ضحي علماء الإسلام كوا أيسلوا فقسيهين حديث النبي قناع الشيخ عليه الصلاة والسلام فضل جيده وحكم إذا انهرت أي تهاي سورة كلية الصلاة دول ما نيس هذا حديث النبي وكل شيء عليه الصلاة والسلام من الدين لا يرد الصلاة ما صح السفات هذا الآن تيد أنت قرآن كوي لا درت سورة الفاتحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بأي الشيخان نبي نكسو أراري عليه الصلاة والسلام وحكم إذا حديثك عدين أي شيخي أن أصحاب رضوان الله عليهم يقوا أصفر أما الصعداء أي لكل من بيل بيل دقان أمر هربي وسوهيدين كذبنا قلد إمي سوريينين من بعد لقى قنيني وحيوي مادن قلادي نك لقى قنيني صحابتي بوي مادن أو حيلان عيد ذنك إذا كم يدون نك النود دويسة ما شرتها صحابي أصحابته كم إذا بوي حولها أنا قاعد دوينا يود دويسة هي كل سنة وكوكا بوحي إلى هاي الدراد وكي كوا خريفة تحلا وكوي حولها سوسي وكي نبي كوهم بلي عليه الصلاة والسلام حول مركه وما يدريك أنها رؤيا محاكوا جيسين الدوتها marka suuradan shaafiya la yiraahdo ciideeda waxa kamida inay tahay suurad magaceeda loo yaqaan ash-shaafiya ilaahay baa caafimaadiin laakiin caafimaadka ayaa uu sabab uga dhigay ibn qayyim rahimahullahu wa aadu sharha suuradan waxa uu leeyahay shaafiya fi amraad al-qulub wal-abdan shirka iyo qalbiga ba ilaahay waa ku caafimaadiya xoolaha asxaabtu ay soo qaateen nabiga la qaybsaday alayhi salaatu wasalaam مركلا أصحابي جوبي من كعب اللورني نبي عليه الصلاة والسلام أن يذنا واتي وسيوي دي النبي عليه الصلاة والسلام أولها أعظم الصورة ويديني وحسدوا كلا حديث كبخاري عن أبي سعيد ابن المعلى نبي يقول أصحابي جا كويلي حديث البخاري بك السجية لو علمنك صورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد وعن كبار الدونة صورة أوين القرآن كصورة ديس وهي أعظم الصور في القرآن قرآن كصورة ديس أوين تراها ويبضان تايماها لكن وحا لو فهم إياه إن يتهاي صورة أفضل بضان حق فضلها نبي عليه الصلاة والسلام وحو الدونة يقولي inu baxo marka waxaan xusuusiyey balanqaadki oo waxaan ku yiri sawti aad ii balan qaaday tiri suuradaasan ku baraya uu ka jawaabay rasuulku wuxuu yiri alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utitu suurada suuratul fatiha la ilaahada weey suurada quraanka suuradii soo dhan u weeyni waana toddobada soo noqnoqday ilaahay quraanka uu ku sheegay ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم وحن كسينا الى الى هول تدبدا واوي تدبدا سو نقنقدان الى هول تدبدا سو نقنقودا يا قران كي وينا marka yadiba quraan ki weynaaya ama quraan ki oo weyn bay todobadani kamidii marka waa todobada aayadood soo noqnoqonaya waxa markaas halka aynu ka arkayna fadliga suuradani inuu aad iyo aad u badan yahay حكم إذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كسبنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
حديث القدسي قال النبي إلهي كورني إلهي بحر الصلاة وان قيبي وانا جي أدون كي نو قيب سنت صلاة أمر كفاتي هذا لو جت أدون كي وحر لي هاي وحي ويديسته وحكوا أمارين إلهي بك قدامي سبحانه وتعالى مركا أدون كي وراه الحمد لله رب العالمين أنت أمرك وأخري إلهي وحر لي حمدني عبدي أدون كي يويم هدي مركو لهذا الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي أدون كي يوي أماري أيو لهي ورمي إلهي نم هدي أمانت أدبوش علي مركو لهذا مالك يوم الدين أنت أكلك وأدون كي أخرينا إلهي وحر لي مجدني عبدي أدون كي يوي شرفي شرف بيسي مرك قار كودنا وحي رواه كجري فوض الي عبدي ارنكي سيوي بندغا مرك ورا دا اياك نعبد واياك نستعين انت مرك انه اخرينا بل الهي سدو انه لا هدليا انينو سدغيسنا انه الهي سو جيسنا وي انت مرك انه اخرينا الهي وحو ليه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال انت انيغي اتونك انه دحايس اياك نعبد الهي بعد اياك نستعين إله أذكر كرجال يكال مكاد دونينا تاسنا أذن كبا عطس سوق الدماء يقول إلهي بوحك عطسنا سبحانه وتعالى مركا أذن كي عطس جوا كأقبلها مركو أذن كي هذا يهدينا الصراط المستقيم إلى أمات كلا جعارو إلهي وحورنا يا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أنت وح إسكلا أذن كأول بعدي سير ربي برجيس أذن كي نوحي ويتستي وأنسينا يا أولي يا إلهي ورني سبحانه وتعالى مركالك واحد كاركتي انت نين فاتح الأخرين إلهي بأنه لفقنا سبحانه وتعالى وأين توصل له اللينا وأنا هبورين إن سيتي ستو أما آد نقطة مقاني شوغة إن شركا قونا شوغة مسكح هذا إيا قلبي قاونا أي مقيهين عابت سلا درادت بهبون تهي إن الخشوع سنتهي وإلهها أكسون تهينو إلهي كهر تاغيها وأدسك الله هذا يفسه إياك أديقوي أديق نوار الله دوانان مقنتها اسم قبط أركا أدابتا صلاة أيكا متى واجبك أخو الشعر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فشعر نوحي وينات أكتين إذ إلهي ساو لفق يسو أدو الله هذا سبحانه وتعالى أركا سورة الفاتحة دليل هذا سيا حديث صحيح بقصار ري فضل هذا وحنا لا ذا هي بقعير دورة وحكم ذا أم القرآن قرآن كهو يدي هي أم الكتاب لا بد بوالله إلى هذا سيد كتاب كهو يو قتها وحوي قرآن ككريم كي وح وسجود وجه الله أما فاهيو شيء قف فهنا يدنا سوق كوميس مثل القرآن كوح كهذا قيب عقيدة ذي كهذا شو كهذا ليس سكولا قيب وح كهذا ليس تاريخ ذي أمضاها هي ورر كودة سي كوبان بيو إشاري دونت قايم الشرعي ده چين تيكا هاد ليسا يدونا ويكا هاد دونتا صورته مركين مستفاداتك مرينا أيين برارو چين دونا إن شاء الله مركا قرآن كو قايبه وكا هاد ليه سي كوبان وطل ماما يساية فرطة وغفي قيس وحالا إلى الحمد ودواتن الحمد وهو الرئيس وحالا إلى هذا الفاتحة سورة الفاتحة إلهي ما كتاب كيسي كو أفتحي أما كوب بلاعبي سادرادت بفتح الله مغعابي السبع المثاني القرآن العظيم وإذا حديث كائن سوا آخرين كتري مغعية ذا كواسة كم إذا وهذا ما أقوله أستغفر الله والله سبحانه وتعالى يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان.